متطلبات السوق من كتكوت روبرو اللي عطانا فائض في الانتاج ما قدرناش نتحكموا فيه للاسف الشديد، والتدخل تاع السيد وزير الفلاحه والتنميه الريفيه. سنعود. طيب سيد قاضي المهدي، الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن قال أنه سيقوم بشراء الفائض من الإنتاج ويمتص هذا الفائض من الإنتاج، ما رأيكم في هذه النقطة وهذه المبادرة؟ حقيقة السيد الرئيس المدير العام لمجمع روناب دار مبادرة استبشر لها واستحسن لها المربين، لكن يبقى تكفل بالفائض في الإنتاج ما يقدرش المجمع الرنابي يتكفل به، لان كما صرح السيد مدير الضبط على مستوى الوزاره باللي السعه تاع التكفل بالفائض على المجمع الرنابي هي 10000 طن، 10000 طن هي عباره عن 15% نتاع شهر واحد. اذا كيف راح نتكفلوا بفائض الانتاج؟ طيب الانتاج تكفلوا به عن طريق الصناعه التحويليه، عن طريق التصدير الى الخارج، عن طريق الضبط في المنبع، هذه هي النقاط. لكن المجمع دار مبادره، لكن المبادره ما تقدرش تحل المشكله. ماذا تقترح انت بصفتك يعني رئيس المجلس المهني المشترك لتربيه وشعبه تربيه الدواجن، ماذا تقترح في هذه النقطه سيد قلي مؤمن؟ والله يا سيدتي المحترمه والله غير كنت منتظر في السؤال هذا فر الصبر، لكن باين عليك باللي راكي في المستوى تاع المطلوب تاع المهنه تاعك والحرفيه، هذا هو السؤال. الجواب تاعي كيف يكون في نقطتين، النقطه الاولى ضبط منبع تاع اللحوم البيضاء، ضبط المنبع صدير ريغوليو لا فيليير الشعبه في لامون في المنبع. كي نضبطوا الشعبه ما يكونش عندنا فائض في الانتاج، علاه ما يكونش عندنا فائض في الانتاج؟ خاطر راح نستوردوا صدير امبورتي، نستوردوا كتكوت الروبرو حسب متطلب السوق. خمس سنين حنا نعانيو، لكن تدخل تاع السيد وزير الفلاحه منذ 3 ايام، وهذا نعلنها اليوم واحد ما على بالو بها، نعلنها اليوم بلي السيد وزير الفلاحه التنميه الريفيه سجل اسمه في التاريخ راه مضى وصادق على دفتر الشروط اللي راح يضبط الشعبه، مربين واحد ما يضبطوا الشعبه، لو نضبط الشعبه يضبطها دفتر الشروط اللي صادق عليه معالي وزير الفلاحه والتنميه الريفيه، هذا دفتر الشروط راح يضبط الشعبه من المنبع المصب. كنا عندنا فائض في الانتاج اللي غرق السوق باللحوم البيضاء، الفلاحين تكبدوا خسائر كبيره جدا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، دفتر الشروط مضاه معالي الوزير وراح يدخل حيز في انتظار يعني التنفيذ. لا خلاص راح يتجسد، لكن المبادره الثانيه اللي خذاها معالي الوزير اعطى اوامر صارمه باش يحبسوا الاستيراد. باش يحبسوا الاستيراد نتاع كتكوت الروبرو حتى يشوفوا واش عندنا لي ميزون بلاص، واش عندنا في التربيه، واش درنا الاصلاح المبكر صادي لا ريفورم اونتيسيبي، باش تكون عندنا الكميات لازم نستوردوها من الخارج. هذا هو تاع الضبط تاع الشعبه. لكن اليوم الفلاحين يستبشروا خير بهذا الشروط، الفلاحين يستبشروا خير. شوف في الوقت اللي غير تكلمنا باللي لوناب راح تهز الفايض تاع الدجاج السوق، الاسعار وحده انضبطت. نعم، اريد ان اتطرق الى هذا النقطه، نقطه الاسعار، يعني ماذا عن الاسعار؟ هل هي تساعد المنتج بصفتكم يعني تمثلون المنتجين والفلاحين؟ والله يا سيدتي الكريمه والله العظيم غير هذا المنتج والمربي هذا تكبد خسائر كبيره، خسائر كبيره، خسائر كبيره اللي راح تدينا بعد رمضان الله لا يقدر، يتعود اللحوم البيضاء ما كانش والاسعار تلتهب. لكن مع هذا المبادره تاع الوزير وتاع المجلس الوطني وتاع رونار الاسعار راح تاخذ نوع من الاستقرار الظرفي، نوع من الاستقرار الظرفي. منذ اسبوع كان الدجاج يتباع في سوق الجمله ب 100 دينار و120 دينار والتكلفه تاعو 160، اليوم الدجاج راه يتباع ب 160 دينار جزائري. علاه ارتفع؟ خاطرش المجلس المهني لونار بالوزير داروا دفتر شروط راح يهزوا الفائض من الانتاج، نوعا ما رجلنا السوق كما ضبطنا السوق بطريقه غير مباشره. طيب نتحدث عن نقطة أخرى كذلك طمأن من خلالها الرئيس المدير العام لتربية الأنعام والدواجن، كذلك طمأن فيما يخص يعني أغذية الأنعام، هل هي متوفرة؟ أغذية الأنعام كانت متوفرة، كانت غير مسوقة، لكن في التدخل تاعنا تكلمت مع مدير الديوان والسيد الأمين العام للوزارة، تكلمت عندهم من حوالي 24 ساعة، داروا منشور، داروا تعليم، بعثوها لجميع الولايات باش يرخصوا باش يسهلوا التدخل تاع
تاع الشاحنات تنقل مش غير مواد التغذيه وانما المواد الاوليه كل ما يدخل في الرئيس استسمحك عذرا يعني الرئيس المدير العام لشعبه تربيه الدواجن وتربيه الانعام قال انه هناك كفايه تكفي الى غايه من شهر مايو المقبل. انا ما عنديش كميه اللي راه كاينه بس المعلومات اللي عندي من اللي فاض وخاصه من وحدات الانتاج تاع العلف تاع الخواص كميه راه كاينه موجوده وخوفونا باللي ما تكونش بواخر لكن الحمد لله البواخر كاين والمواد الاوليه كاينه وكي تكون المواد الاوليه كاينه يسمى مواد تغذيه الانعام الاعلاف تكون موجوده وشكيه مربوطه بالمواد الاوليه. طيب اشكرك جزيل الشكر السيد قالي مومن رئيس المجلس المهني المشترك لشعبه الدواجن، اشكرك على هذه المداخله. إذن